السلام عليكم أعزائي الطلبة، ألتقيكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. عندنا صفحة 28، عندنا Our Growing World، عالمنا المتنامي. عالمنا المتنامي، خلينا نشوف. يقول لي Use the newspaper headlines، استخدم عناوين الصحيفة. And the pictures، الصور. To answer these questions، للإجابة على هذا to answer this question، الإجابة على هذا السؤال. Which news stories do you expect to find these words and phrases? Which news stories do you expect to find these words and phrases in? Write the numbers. أي يقول أي قصص الأخبار do you expect أنت تتوقعها to find لإيجاد هذه الكلمات والعبارات فيها. Write the numbers، اكتب هاي numbers الأرقام. خلينا نشوف هنا. Better food، طعام أفضل. 35 مليون، 35 مليون. Life expectancy، هنا توقعات الحياة أو متوسط الحياة الأمر. Birth rate، نسبة الولادات. Better health services، خدمات صحية أفضل. 2 سنتيمتر every 10 years، سنتيمترين اثنين كل 10 سنوات. خلينا نشوف. رقم واحد، people growing taller، الناس ينمون بشكل أطول، يعني الناس يصيرون شوي شوي أطول. People living together، الناس يعيشون مدة أطول. هنا طول يعني عمودي، وهنا longer أطول عمرا. Population increasing، عدد السكان في تزايد. خلي نشوف. يقول listen and check your ideas، استمع وشيك أو استمع ودقق أفكارك. خلي نشوف هذه هنا اللي هو عندنا هذا ملف صوتي رقم 10، فنشيكه نشوفه هنا بالآخر الكتاب اللي هو إذا ترجع له، إذا عندك الكتاب كامل إلكتروني أو مستنسخ أو كتاب حصلت عليه يعني. هذا هنا يونت 3 لسن 2، يقول presenter المقدم، يقول listen and check your ideas. خلينا نشوف هسه نقرا هنا. voice هنا 1، هنا شي يقول لي people are growing taller، الناس ينمون بشكل اطول. people are taller than they used to be، يقول الناس يكونون أطول مما اعتادوا أن يكونون. because of the better food، بسبب أنه الطعام يعني أفضل، بسبب الطعام يعني متحسن، الطعام يكون أفضل. scientists say، العلماء يقولون that we، أننا نحن شنو we are growing 2 centimeters every 10 years. العلماء شو يقولون؟ يقولون انه احنا يعني احنا ننمو سنتيمترين اثنين، ننمو سنتيمترين اثنين every 10 years، كل 10 سنوات، يعني احنا نصعد سنتيمترين نطول. زين، 2 هنا عندنا الاخر، يقول people are living longer، الناس يعيشون مدة أطول. A new baby in Iraq can expect to live for 70 years or more، يقول المولود الجديد، البيبي الجديد، الطفل الجديد in Iraq، في العراق، can expect، يتوقع له أن يعيش for 70 years، يتوقع له أن يعيش 70 سنة or more أو أكثر. Thanks
thanks to. Thanks to تجي والفضل يعود لي. شلون قلنا شكرا لي؟ لا أنا الفضل تجي. Thanks to والفضل يعود لي to better health services إلى الخدمات الصحية الأفضل. Life expectancy is rising by 1 year every 5 years. يقول هنا معدل الحياة، متوسط الحياة هنا يقول is rising، يرتفع by 1 year يعني بنسبة سنة واحدة every 5 years كل 5 سنوات. زين هنا يقول population is increasing، عدد السكان يتزايد. The number of people in Iraq، عدد السكان عدد الناس في العراق is over 35 million، عدد الناس في العراق هو أكثر من 35 مليون. And it's going up at the rate of 1 million per year، وهو going up وهو يرتفع، going up يرتفع يتزايد at a rate بنسبة 1 million بنسبة مليون واحد يعني نسبة مليون per كل سنة، يعني كل سنة راح مليون يعني يرتفع كل سنة عندنا راح يصير عندنا مليون. This is due to، وهذا يعود إلى، هذا راجع إلى شنو؟ An increase in birth rate، وهذا يعود إلى زيادة الولادات، birth rate نسبة الولادات. And decrease in the death rate، ويعود إلى انخفاض نسبة الوفيات. هذا بسبب شنو؟ Increase in birth rate، birth rate نسبة الولادات. And decrease، هاي ممكن تكون opposite، increase يزداد وdecrease ينخفض. In the death rate نسبة الوفيات، هنا birth rate نسبة الولادات، و death rate نسبة الوفيات. زين تمام، بس نعود للنص مالتنا اللي هذا هو هنا، نعود إلى بعدها نقرأنا. زين إذن هذه راح تكون عندنا، نربطها بهذه الأرقام. شو عندنا؟ Better Life، وين راح تنطبق عليه؟ Better Life راح تكون على رقم راح تكون رقم واحد. نشوفها اذا better food راح تكون لان اللي قريناهن ترتبط بيش. better food هنا عندنا وين؟ people growing taller، ليش الناس يبدون راح يصيرون اطول بسبب better food، فهنا راح تكون رقم واحد، هذه راح تكون على رقم واحد. زين هنا ال 35 مليون ترتبط بيش؟ بيش ترتبط بثلاثة، population increasing عدد السكان يزداد، إذن هنا راح تكون ثلاثة، راح تكون ترتبط بالقصة الثالثة. زين better health services خدمات صحية أفضل، هذه بيش ترتبط باثنين، الناس يعيشون مدة أطول بسبب شنو؟ بسبب الخدمات الصحية الأفضل اللي راح تكون رقم اثنين، زين. Life expectancy هنا متوسط العمر للحياة اللي يعيش الإنسان، متوسط العمر هذا راح يكون وين؟ راح يكون يرتبط أيضا برقم اثنين، يرتبط برقم اثنين اللي هو هذا. زين معدل الولادات، ناس يعيشون مدة يعني يعيشون فترة أطول، ليش هذا يرتبط من معدل الحياة؟ population increasing عدد السكان في تزايد، هاي الثالثة، هنا راح تكون هنا ثلاثة نسبة الولادات. زين هنا سنتيمترين كل 10 سنوات، سنتيمترين كل 10 سنوات الناس يصبحون أطول، فهنا راح تكون هذه
راح تكون رقم واحد، راح تكون رقم واحد. زين هنا يقول لي هنا ورا ما هاي تشيك دقق افكارك. Discussion يقول what happened if these changes continue، ماذا يحدث لو ان هذه التغييرات استمرت. يعني هاي مناقشة تكون انت وصاحبك، يعني تتناقش حول هذا الموضوع. Example مثلا يعني انت قد تقول صاحبك او هذه هاي بالصف تصير يقول if people grow a lot taller we will need bigger houses. يقول إذا الناس يعني نموا بشكل أطول، صاروا أطول كثيرا، we will need، نحن سوف نحتاج إلى بيوت أكبر، تحتاج إلى بيوت أكبر لأنه صرنا أطول. If population increases، إذا عدد السكان ازداد، we will need، فنحن سوف نحتاج more food، الكثير من الطعام، to feed everybody، لإطعام كل شخص، لإطعام كل شخص، إطعام الجميع. هنا أعزائي يتحدث عن، هنا بالنسبة للقواعد الجرامر تحدث عن إف الشرطية، هاي بعدين إن شاء الله ناولها بدرس مستقل، اللي هي هذه إف عندك جملة، هاي جملة الشرط وجواب الشرط، هنا المضارع بسيط، وهنا will زائد فعل مجرد خالي من إضافة تكملة. هنا هاي إحدى حالات إف الشرطية نتناولها في أحد الدروس. هسه من هنا هاي الصفحة نحل هذا شو اسمه هذا، طبعا هذا نتناولناه الحين، طبعا شرحناه بالدرس السابق موضوع الكومباراتيف، والعفو هذا موضوع السوبرلاتيف. اوكي الصفة لنا الكومباراتيف والسوبرلاتيف شرحناه بموضوع مستقل، تقدرون ترجعون للدروس السابقة وهذا شرحناه أيضا. عندنا هذا الليسن 2 هنا يقول لي write the headlines on page 28 of your student book as a sentence in column 1. اكتب العناوين اللي موجودة بصفحة 28 من كتاب الطالب لديك كما في الجمل في العمود 1. What's happening، ماذا يحدث. Rate of change، نسبة التغيير. Cause of change، سبب التغيير. زين هنا مثل ما استمعنا كل الناس يكبرون يعني ينمون بشكل أطول، وشنو هذا يعود للسبب، يعود لبتر فود، الطعام يكون بشكل أفضل، ونسبة يعني نسبة التغيير، نسبة الطول مالتهم سنتيمترين اثنين كل 10 سنوات. هنا إذن أوكي زين الناس يعيشون فترة أطول، الناس يعيشون فترة أطول ليش؟ لأنه أكو خدمات بتر هيل سيرفيسز، خدمات صحية أفضل، ويعني هذه المتوسط يعني شلون نقول المعدل اللي يعيشه الفرد هو سنة واحدة، يعني هذه كل زيادة تصير كل 5 سنوات يعني في التقديرات معينة. The population is increasing، عدد السكان في تزايد، بالعراق احنا أكثر من 35 مليون مثل ما سمعنا بالملف الصوتي، ويقول لي يزدادون مليون واحد كل سنة، والسبب يعود إلى أنه birth rate increase، نسبة الولادات في تزايد increase، ونسبة الوفيات في decrease، نسبة الوفيات في انخفاض. أوكي أعزائي زين هذا تقدر تستمع للملف الصوتي، تقدر تستمع له مرة ثانية وتشوفه. أوكي مثل ما هذا الكولوم سوينا، هالكولوم 2 يقصد بهذا، هذا كولوم 1 العمود 1 العمود 2 والعمود 3. هنا يقول لي ما الذي يسبب هذه التغييرات، اكتب هذه مثل ما هذه كتبناها. أوكي بهذا الكولوم تقدر تستمع مرة أخرى وتدقق. أوكي أعزائي طيب عندنا دي يقول لي what may happen if these change if these changes continue finish the sentences. والماذا من الممكن أن يحدث لو أن هذه التغييرات استمرت، أكمل الجمل. يقول if people grow a lot taller، إذا الناس يكبرون ويعني يصيرون بشكل يعني يمون بشكل أطول كثيرا كثيرا، راح يصيرون يعني طويل يعني يروحون بالطول طويلين. طبعا هاي من عندي، أنت تقدر انت توقعك شنو يعني برايك عز الطالب هذا ياخذهن يعني وانت كمل عليه، نكمل
يعني انت لا تنقل هندني نصا، يعني اكرر هندني لا تنقل النصا، حاول انت افكارك انت اللي تكتب. انا كتبت لك جمله، انت ممكن تكتب جملتين ثلاثه. شنو الشيء يقول لك؟ اذا if people grow a lot taller، اذا الناس يعني ينمون بشكل اطول كثيرا. انا قلت we will need big houses، نحن سوف نحتاج الى شنو؟ الى بيوت اكبر. if people live longer، اذا الناس يعيشون يعني يعيشون فترة أطول. we will need better health services، نحن سوف نحتاج إلى خدمات صحية أفضل. طبعا هاي حالة if الشرطية الأولى، الحالة الأولى الفيرست. أوكي if راح تجي جملة، وأنا إن شاء الله هاي نزلها بفيديو شرح. سوف نحتاج يعني هذه if جملة الأولى، وهاي الجملة الثانية راح تكون بها will زائد فعل مجرد، يعني هنا صيغة المستقبل البسيط will زائد فعل مجرد وتكملة. أوكي زين. if the population keeps increasing، إذا عدد السكان يستمر في الزيادة. we will need more jobs and markets، نحن سوف نحتاج للمزيد من الوظائف والأسواق. أوكي طيب، تقدر أنت تتدرب والمدرس ممكن يعطيكم يعني يشبه بالنشاط على اف الشرطية الحالة الأولى. طيب